صباح الخير أحبائي وأعزائي، ومع قناتنا هناك في المسيحية آية تقول كونوا قدوسين لأن أباكم الذي في السماوات قدوس. وهنا قد يعتبر مصطفى درويش الأخ والمرحوم بقوله قديسا، والقداسة لا تقف على المسيحية فقط. الرجل قبل وفاته قال ساعدوا المحتاجين وحسسوهم انكم اهلهم، اخر ظهور لمصطفى درويش قبل ايام من وفاته في عمل خيري. رحل عن عالمنا بالامس اليوم الفنان الشاب مصطفى درويش عن عمره يناهز 42 سنة، وترك في قلوب محبيه حزنا واسعا بعد وفاته، وتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الحصري في اكتوبر. وجاء اخر ظهور للفنان الراحل مصطفى درويش كان عبر صفحة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إذ كشفت المؤسسة عن جهوده ومنها مساعدة رجل مسن يعاني من فرط الحركة وسيدة تركها أبناؤها في الشوارع. ما أجمل هذا الإنسان، كل الشكر وكل الحب وكل التقدير. أنا حقيقي بنقول الله يرحمه ويجعله في فسيح جناته، كل الشكر وكل الحب، وسلام الرب يكون معكم، آمين. ورب تكونوا دايما بخير وسعادة. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. اتعرف البابا شنودة الثالث البطريرك 117 للكنيسة القبطية الرئيسية بخفة الدم، وكان دايما حريص دايما على أن يقول نكت وكهية خلال محاضراته وعظاته وإجاباته على تساؤلات الأقباط المسيحية. لذا حرص مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة عن نشر نكت جميلة للبابا شنودة. أول نقطة للبابا شنودة بيقول لك إيه؟ ومن ضمن النكت اللي قالها البابا شنودة كانت عن الصعايدة في أمريكا. فبيقول مرة كنت راكب العربية ومعايا واحد من بلدياتنا، بقول له إزاي الحال؟ قال لي بيقول لي البزانس مش ماشية يا أبوي، مش مظبوط. قلت يا رب تطلع إيه البزانس دي؟ دي أتاري إن البزانس جمع بيزنس يعني. وقعد يضحك البابا. ومرة تانية البابا قال واحد تاني بيقول لي اشتريت عربية بس العربية مش مكندشة. قعدت أفكر إيه مش مكندشة؟ إيه مش مكندشة دي؟ أتاريها طلعت إنها مفيهاش تكييف. نقطة جميلة، مرة واحد بيسأل البابا شنودة فبيقول له يا ابونا يا سيدنا هل يجوز أكل سمك الحوت لأنه من الثدييات؟ قال له البابا طالما سمك يبقى كله على طول، ولما ربنا يرزقك بحوت ما تخليش الفرصة تفوت. مرة واحدة بتسأل البابا بتقول له يا سيدنا أنا عندي 38 سنة ومتقدم لي واحد عنده 53 سنة، ولكن عيبه إن هو أقصر مني ب 12.5 سنتي، أعمل إيه؟ رد البابا شنودة قال لها خديه تحت باطك، الحلو ما يكملش، أنا خايف لو تستنى ال 40 سنة يجي لك واحد أقصر منه ب 30. شكرا لكم احبائي واعزائي مع قناتكم قناه الملك والامير، وارجو ان نكون اسعدناكم، لكم منا كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم.